كل حته هتروحها هتلاقي تجمع للاهلي وهتلاقي تجمع للزمالك، كافيهات تلاقي، قهاوي تلاقي، كل حاجه في حب كبير للاهلي وحب كبير للزمالك. نشوف. الاهلي والزمالك طبعا ليه استعدادات خاصه، طبعا بيبقى كثافه جمهوريه طبعا زياده طبعا في الماتش، طبعا بيبقى غير الاستاد خالص، يبقى الجمهور بيبقى قاعد مع بعضه، الاهلي والزمالك طبعا بيبقوا اخوات صحاب بيبقوا قاعدين. تمام. لا ما فيش تخصيص ولا حاجه، كلنا مصريين يعني، كلنا اهلي او زمالك، كلنا اصحاب واخوات وقرايب، كلنا مصريين يعني، اهلي وزمالك الاثنين واحد، بنبقى قاعدين جنب بعض ونقعد نهزر مع بعض ونقعد نضحك مع بعض زي اللعيبه. نفس الكلام في الملعب، بيبقى كل واحد في حاله، وبعد الماتش بيبقى اصحاب يعني، فاصحاب مفيش اي مشكله يعني، وان شاء الله باذن الله الماتش يبقى كويس ان شاء الله. فانا كده كده اخويا اهلاوي، انا زملكاوي العكس برضو، فاحنا برضو مش عايزين تعصب، احنا عايزين بس اهم حاجه ان الماتش يعدي على خير، اذا كان احنا كسبنا هم كسبوا يعني ده توفيق من عند ربنا، ربنا عايزه هيكون، بس احنا ان شاء الله عايزين الاهلي يكسب وياخد البطوله، عشان ما ينفعش الاهلي يطلع موسم صفر، هو ده اللي احنا عايزينه. وباذن الله الاهلي يكسب باذن الله، انا اتمنى الفوز للاهلي ان شاء الله، عشان انا بحب الاهلي، وكهربا يرجع تاني ان شاء الله باذن الله، وشادي حسين الله اكبر عليه، ربنا يحرسه يا رب. ان شاء الله تكون مباراه كويسه، وان شاء الله تكون احتفاليه كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله بالفوز لينا. ان شاء الله يكون ماتش كويس للكره المصريه، يشرف بيه الكره المصريه قدام اخواتنا في الامارات. انا اولا بشجع النادي الاهلي واتمنى الفوز للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون ماتش جميل، اهم حاجه الروح الرياضيه. الزمالك هو الحياه، الزمالك عشق الوحيد، انا اتوقع ان شاء الله ان الزمالك يكسب، لان السكواد حلو، ومتوقع ان شاء الله ان احنا نكسب 2-1، لا 2-0 لا 2-1 ان شاء الله، بس مش هنوصل لضربات جزاء ان شاء الله. مباراه السوبر الديربي دايما مع الاهلي بيبقى مختلف، ده كاس ماتش على كاس سوبر، لازم يبقى ليه حسبه مختلفه، بس ان شاء الله كلنا ثقه في لعيبتنا يعني، وباذن الله هيرفعوا الكاس باذن الله يعني. قاعه ماتش السوبر ان شاء الله باذن الله المكسب، مستر فييرا عندنا ثقه كبيره فيه وفي اداء اللعيبه. اللعيبه دي لسه نازل رجليها نازله في الملعب، فما اقدرش انا كزملكاوي احكم عليها، في ناس رفضاها، في ناس رفضاها، بس انا عن نفسي انا مع فييرا بعد ربنا طبعا. ان شاء الله السوبر لينا، واتمنى افريقيا طبعا ترجع يعني، دي اهم بطوله بالنسبه لي. توقعات مباراه السوبر ان شاء الله يعني المباراه هتبقى صعبه يعني، الزمالك طبعا عامل صفقات جديده عن السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان الزمالك بادئ مفيش قيد، فكان في نفس الجيل القديم، لا الزمالك السنه دي جاب تقريبا 7 صفقات، فالاداء السنه دي هيختلف. الاهلي طبعا عمل صفقات، اللي طبعا الاهلي خارج من خساره افريقيا، خارج من خساره الدوري، خارج من خساره الكاس السنه اللي فاتت، فهتبقى مباراه صعبه، الاهلي عايز يعوض عشان خاطر طبعا جمهوره، فالمباراه هتبقى يعني صعبه في الاول، بس اتوقع ان الزمالك هيحسمها تقريبا 2-1. طبعا الزمالك افضل مع التدعيمات والصفقات، الصفقات طبعا الجديده تساعد مع الفريق ان شاء الله. وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال، الزمالك هو الحياه.